والصلاة والسلام على رسول الله. فمن بعض الإخوة يطلبوا مني باش نوريه كيفاش يعمل على الأقل نظر على سيارته أو شبه أونتريتيان صغير على سيارته كل مرة. الشيء هذا باش نوريه لكم توا يعني يهم جميع من هو يقود سيارة مهما كانت الصفة متاعه، يعني يعني ينجم يعني يستفاد بالفيديو هذايا، لأن فما برشا حاجات الناس ما يعرفوهاش أو ما يفهموهاش أو ما يجيبولهاش خبرة أو ما يهتمولهاش. فحبيت باش نعمل في الفيديو هذايا، حبيت نلفت نظر لبعض الناس اللي هم يسوقوا السيارات، إن هو من واجبة يعني كما هو يفكر في نفسه، في أكله، في شربه، في لبسه، في دينته كلها، يفكر شوية في سيارته، في محركها، في كذا، بالأخص إذا كانت السيارة مستعملة أو قديمة. يعني على الأقل مرة بالنسبة للسيارة القديمة، مرة كل شهر على الأقل، أو كل ما هو توتيه سفرة بعيدة يلزم يعمل شيء هدايا. الأونتريتيان يعني حاجة خفيفة وسهلة وما فيهاش حتى شيء. أو تو باش نبدأ أنا بالسيارة هدية وفيها حاجات يعني نتعرفوا عليها. أول ما نبدأ نفتح البوتين تاع الماء، دبوزة الماء هذه، ونشوف الماء نتاعها شنو هو. هذه فارغة شايحة. اللي عند البوتين تاعو نظيفة يشوفها، ينجم يشوفها من هنا، واللي مش نظيفة ينجم حتى بالعين من فوق يشوفها. يجيب لازم يجيب ماء خاص للراديتر، ما خاص. وصب لها الماء لين يولي يشوفها، فما نيفو الداخل يبان. صب الماء، هذه ناقصة مثلا على الأخر، هذه حتى لو فات النيفو ما يهمش، ما يسالش، تو هي وحدها ترميها، يعني ما تخليش. هاي ناقصة، تو هذه ناقصة، قال ما صبينا لها الماء النيفو هنا، نسكر عليها. هذه تهنينا عليها، هذه ممكن يكون فما سبب اللي هو من ضياع الماء، نقص الماء، وفما احيانا يكون السبب يعني المده طالت الماء ينجم ينقص في سياره قديمه. نجو للماء المساحات اللي هو السبيكلاس، يعني ينزل كيف ماذا به الانسان في الشتاء يتفقدهم الحاجات هذوما، هم المساحات، ويجيب لها ماء خاص باش خاطر علاش الماء هذا خاص فيه نوع من الصابون. خذ تشوفوا الروه نتاع فيها كيس صابون، شوفوا الصابون الرغوة نتاعك الصابون فيها. هذه خاص للمساحات، علاش؟ لان تو عندنا البيئه احنا تو ملوثه، والمازوت والواحد يدور في السماء وعاود ينزل على السيارات، ينزل على العباد، ينزل على الاسطح، وينزل على كذا. لازم الانسان ياخذ لها ماء خاص بها باش يعاون على مسحان البلار، مسحان السبيكلاس، ويخلي السبيكلاس هذا يكون ارطب. نصبوا لها يعني نشوفوها لين تتعبى. هذا ماء المساحات خاص بالمساحات، هذه مش ناقصة برشا، هذه هي ماء مساحات. صبينا لها، عندها جوز هذا كيف ينجم يشوفها بالجوز فيها، ونجم يشوفها بالعين. هذوما حاجتين اللي هما مهمين بالنسبة للسيارة. نجيو في الوسط، تو نجيو للمحرك في الوسط. عندنا هنا اللي هو الزيت، نجبدو الجوز نمسحوه، قبل كل شيء نمسحوه أول مرة، ما ناخذوش عليها الجبدة الأول، نمسحوه، نعاودو نحطوه، نصبر عليه لحظة، ونعاودو نجبدو. هذا العملية لازمها تكسير، وهي السيارة باردة. هذايا زيتها ممتاز مريقل، ما في شيء، ماش ناقص، زيتها ممتاز. إذا كان الزيت باهي ولا مش باهي نجمو نعرفوه، نشدوه هكا. إذا كان طبع في يدينا وما حبش يتنحى، معناتها راهو الزيت جا وقته. كما هذا توا جا وقته، شفتوه جا وقته، هذايا توا الزيت هذايا جا وقته، يعني باش يتغير، يعني يطبع في الزيت، يعني بديت طبعا، يعني ممكن تلقاه هذا ماشي، ممكن 7000، ماشي 8000، ماشي 5000. والاحسن اذا كان الانسان باش يبدل الزيت، يبدل زيت ماركه باهيه اللي هي 5W40، ويكون ماركه يعني باهيه، وتمشي 10000، ويمشي به 8000 بركه ويرميه. علاش 8000 بركه ويرميه؟
لان ينجم هو يحكي صاحبه السياره تخدم واقف في اشاره نتاع مرور والسياره تخدم، هذا كله تحسب كيلومتراج. يسخن في سيارته الصباح مثلا، في الناس تسخن سيارتها الصباح زاد كيف هذا كله تحسب كيلومتراج. فننصحه باش يتبدل في 8000 يعني يخرج من يعني من الشك، لان كي يبدل في 8000 ويكون 5 دوبل في 40 والا ياخذ يعني السنتيتيك صافي زاد كيف حتى هو نفس الشيء. هو كل ما كان الزيت اجود يعني رقيق كل ما كان احسن، يعني كل ما كان زي الماء يعني يشبه الماء شويه كل ما كان افضل. يعني هذا الحاجات اللي يعني هذه مثلا الزيت طمن عليه لاباس. نمشوا بعدها للبطري، نزيدوا البطري ناخذوا اي عمله نفتحوا بها نقطة تاع البطري ونطلوا. اذا كان انسان الدنيا ظلام شويه، اذا كان عنده بورتابل ولا حاجه وفيه بيله شعل بيله وطل. هذه باهي زيتها ماها باهي، ولازم نشوفهم السته، نشوفهم السته يعني هذه انا تفقدتها ما عندهاش مده، نشوفهم السته كل واحده وحدها، ما نشوفش كل واحده برك. لازم نحي الكوس باتري هذا ونشوفهم السته، خاطر كان نشوفهم واحده بركه هي كل بيت وحدها، هي مش ما عندهاش دخل بالثانيه. هذه يعني كيف باهي، خاطر البطاريه مازالت جديده مش قديمه. بالنسبة لسيارة قديمة يعمل العملية هذه كل شهر، والسيارة الجديدة هنا حسب العمر نتاع السيارة كل شهرين كل ثلاثة حسب. ما فيها بأس كي يحل الكبوت يطل أحيانا، حتى فما حاجة يعني يشوفها أحيانا تو بنتخص في الدنيا الشتاء تلقى إذا كان بيت سيارة برا يدخل القط أو القطوسي يبات فوق المحرك، يجي يخدم المحرك يضربه بالمروحة ولا كذا. إذا كان سيارة يعني فما حالات تصير ما تفقش بها إلا في لحظتها، ما فيها بأس كيف حتى الصباح يعمل طلة مرة بشوف عندش حاجة قريبش يعني تفك من مكانها قريب كذا، ويعمل زاد طلة بصفة عامة كي يمسك الحاجات هيك، فماش حاجة تنحى فماش حاجة مش مراكب مكانها حسب يعني خبرته، هو يعمل هيك وطلة ويشوف. هذا مرة ونطرتين اللي هو لازم يعملهم على الأقل بالنسبة للسيارة القديمة مرة كل شهر، السيارة الجديدة واللي هي نص عمر مرة كل شهرين، جديدة يعني جملة مرة كل 3 شهور مثلا، يجي زاد وقت تغيير المساحات توا نسبة توا في الشتاء وقت تغيير المساحات، يشوف المساحات نتاعو إذا كان طايبين ومحفرين ولا كذا، ولا يعني كيحط عليهم صبعة هكا منا يلقى فيهم حرفات. ونزيد نحاول نوريه لكم مثلا، يشوف المساحات من هنا عنده، إذا كان هذايا الحرف هذايا شوف فيه يحط صبعه هكا يمشي صبعه على الحرف، اذا كان الحرف فيه مكان يعني احرش ولا حاجه معناتها المساح بدا يتعب، فهمت؟ اذا كان هنا في الحرف يعني من هنا ممكن يعني تو كيما هذا نص الباس، هذا مثلا تو يتعب في المطر القوي يتعب لازم يتغير، يعني هذا ما الانسان ما يخليش لان المساح الثاني اللي هو اليمين فما يمين وفما شمال، الزوز يعني متوسطين، الزوز لازم يتغير المفروض. ان شاء الله تكونوا استفدتم من العمليه، واللي يعني يعرف حد ان هو ما يعرفش ماذا به يوريه ويفهمه كما فهمت انا، يعني وزعوا الفيديوهات على بعضكم باش الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.